وحوي يا وحوي إياها، وكمان وحوي إياها. مين فينا ما غناش الأغنية دي وكل يوم بيسمعها في رمضان؟ طبعا الأغنية دي لها أصل هقول لكم عليه دلوقتي. رحت يا شعبان وحوينا الدار، جيت يا رمضان وحوي يا وحوي إياها. دي معناها كلمة القمر، ودي بترجع لأيام أحمس طرد الهكسوس هو وأمه إياه حطب، وفرحة المصريين بيهم طلعت وغنت لهم الأغنية دي، وهي معناها أهلا أهلا بالقمر. وحوي يا وحوي إياها، رحت يا شعبان إياها، وحوينا الدار، جيت يا رمضان وحوي يا وحوي. ده معنى اسم إياه حطب، ومن ساعتها بيستقبلوا قمر كل شهر بالأغنية دي، وأهمهم قمر شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين.